بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، معاشر الصائمين، بعد مضي الثلث الأول من شهر رمضان المبارك، والثلث كثير، أوجه رسالتي إلى فئة من المجتمع. هذه الفئة الواحد منهم في أول رمضان وفي أيام رمضان الأولى كان يشعر بنوع من الشوق واللهفة لأداء العبادات، الصلوات، الصيام، صلة الأرحام، تلاوة القرآن، كان يشعر بتلذذ. وبعد مضي الثلث الأول من شهر رمضان المبارك أصبح يشعر بنوع من الفتور والاضمحلال في هذا النشاط وفي هذه اللهفة لهذه العبادات. وإن شاء الله تعالى في هذه الحلقة نعالج هذا الموضوع حتى نزداد نشاطا كما كنا في أيام رمضان الأولى، بل وأكثر من ذلك بإذن الله عز وجل. الوقفة الأولى أن نتمعن ونتأمل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حتى نكون ممن غفر له ما تقدم من ذنبه يجب أن نطبق هذه الشروط: إيمانا واحتسابا. احتساب أجر الصيام، هذا هو المقصود في هذا الحديث الذي نتأمله ونتمعن فيه. وأجر الصيام كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم تضاعف الحسنة إلى عشر أمثالها، إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فهذا كرم خاص من الله سبحانه وتعالى لعبادة الصوم، فإن أجر الصيام أكثر من 10 أضعاف، بل وأكثر من 700 ضعف، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وسبب هذه المكرمة تكملة الحديث، قال الله عز وجل: يدع طعامه وشهوته من أجلي. فالطعام والشراب أمامك، ولكنك تمتنع عنهما من أجل الله سبحانه وتعالى. فعندما نستحضر هذه المعاني فهي تحفزنا وتعيد إلينا النشاط. ومن الأمور التي تحفزنا وتجعلنا نؤدي العبادة بلهفة وشوق وتلذذ أن نعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس لا يعرف هذا الحديث الذي سأذكره الآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وينادي مناد كل ليلة من رمضان، أول الشهر، وسط الشهر، آخر الشهر، وينادي مناد كل ليلة في رمضان: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. فلا ينادي المنادي وأنت كسلان وأنت في خمول، بل ينادي المنادي وأنت مقبل على الله سبحانه وتعالى بنشاط وتجدد. ثم يكمل حديثه صلى الله عليه وسلم: ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. فقد تكون أنت عتيق الله من النار في هذه الليلة أو في غيرها من ليالي شهر رمضان المبارك. ومعنى أن تكون عتيق الله من النار أي أنك لن تدخل النار أبدا. فهذا الأمر يحفزنا ويعيد لنا النشاط، وأن نقبل على الله سبحانه وتعالى في كل ليلة نطلب ذلك منه جل وعلا. ومن الوقفات أيضا أن نستشعر
حكمة الله سبحانه وتعالى في فرضه عبادة الصوم علينا. فمن الحكم هو الشعور بالجوع والعطش الذي يشعر به الفقراء والمساكين. ومن حكم الله سبحانه وتعالى في الصيام ضبط النفس، الصبر، كظم الغيظ. نستشعر يوميا ونحن صائمون بأن الله سبحانه وتعالى ما افترض علينا عبادة الصيام إلا من أجل تربيتنا، وهذا فضل منه سبحانه وتعالى. ومن الوقفات والمحفزات التي تعيد لنا النشاط كما كنا في أيام رمضان الأولى أن نعد كم مضى من شهرنا. مضى الثلث، والثلث كثير، ونتأمل كم مضى هذا الثلث سريعا كلمح البصر، وأن نتذكر الوقت الطويل الذي سيمر علينا حتى يرجع إلينا رمضان مرة أخرى. هذا إذا عاد ولم يحل بيننا وبينه حائل ومانع أن يعود علينا مرة أخرى. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن تكون هذه الكلمات نافعة ومحفزة لنرجع كما كنا في أول أيام رمضان الأولى من لهفة وتلذذ في العبادة، وأن نكون أفضل من ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.